بصوت الشاعر آلان علي. رامبو والأمير عبد القادر الجزائري، بقلم دلدار في المس. لعل تجربة جون آرثر رامبو الشعرية المفتوحة دائما على الجدل والتأويل لا تختلف كثيرا عن الإشكاليات التي تطرحها أسفاره التي ارتبطت إلى حد كبير بالنصف الثاني من عمره. فإذا كان رامبو أحد أقوى المجددين في الشعر الفرنسي، والذي يتشكل عند قراءتنا لأحد مجموعاته الشعرية شبكة من التأويلات والإحالات تسعفنا به ذائقتنا الشعرية، فإنه يبقى دائما على الضفة الأخرى بعيدا جدا، متوترا كسراب ومغلا في اللغز كأسطورة. كومونة باريس، الجحيم، اللعنة، كلها ترتبط برامبو وتضاف إلى أزمته الوجودية كرصيد يبقى ليسكب أحماضه على كل ما يحل بالإنسان في أي زمان، فتشكل المفاتيح التي نستطيع من خلالها استشراف تجربته ومعاينة قرن كان ينتهي ليبدأ برامبو. عانى رامبو منذ البدء من غياب والده الذي كان ضابطا في الجيش الفرنسي، والذي ترك عائلته في شارلفيل، مسقط رأس رامبو، ثم ليتخلى عنها نهائيا بعد ذلك، إلى جانب حضور أمه القاسي. ثم بعد ذلك تأتي زيارته المتكررة إلى باريس، حيث يلتقي فيرلين ويقيم معه علاقة شابتها الكثير من الأقاويل، لكن سرعان ما سيغادر منزله. وبالتأكيد أن حدوث كومونة باريس التي كان رامبو حاضرا أثناءها، وقبل ذلك دخول الجيش البروسي بقيادة بسمارك، مسقط رأس الشعر، كان إذانا بتفجراته اللانهائية، ليبدأ بالسخرية من نابليون الثالث وما جرته سياسته الغبية على البلاد من دمار، ثم معاناته من مشاهد القتل الجماعي في الأسبوع الدامي لباريس. قبل ذلك كانت هناك محاولات فاشلة من قبل أبيه لترجمة القرآن إلى اللغة الفرنسية، إلى جانب إعجابه رامبو بالأمير عبد القادر الجزائري منذ كان صغيرا لوقوفه ضد الوجود الفرنسي في الجزائر، حيث سيتضافر وجود والده ضمن صفوف الجيش الفرنسي المحتل الجزائر، الذي كان السبب وراء غياب والده عن البيت وحقده رامبو على المستعمرين، ليضع رامبو في مواجهة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وتظهر القصيدة التي كتبها في 2 تموز يوليو 1869. لا يظهر الأمير عبد القادر بالاسم في القصيدة، لكنه يظهر من خلال ملامح حفيد يوغرتا، ليتضح منذ البداية إعجابه بهذا المفكر الروحي ومدى انفتاحه على الآخر، وليقدم بورتري جنيني عن ولعه بالرحيل. لكن هو ذا قاهر جديد لقائد العرب عنيت فرنسا، فإذا ما استطعت يا بني أن تطوع القدر الغاشم فستنتقم للوطن، يا جماهير خاضعة ألا أشهر السلاح، وفي القلوب المستعبدة لتنبعث الشجاعة القديمة، آه فلتنهض الأسود العربية للحرب، وبأنيابها الناقمة فلتمزق كتائب الأعداء، وأنت يا صغير فلتكبر وليسعف القدر جهدك، فلا يدنس الفرنسيون بعد الآن شواطئنا العربية، ضاحكا يداعب الطفل سيفه المعقوفة. نابليون، يا نابليون، هو ذا يوغرتا الجديد مندحر في معتقله الرذيل يقبع في الأصفاد. يوغرتا القديم ينبعث في العتمة أمام المحارب، وبصوت هادئ يهمس له بهذه الكلمات: الإله الجديد استسلم يا بني، عن نقمتك تخلى. هو ذا عصر جديد ينبثق، ستحطم فرنسا أصفادك، سترى إلى موطن العرب مزدهرا في ظل فرنسا، فلتقبل بمعاهدة الشعب السخي هذا، ستكبر ببلاد واسعة وتغدو كاهنا للعدل والإيمان العارم. أحب سلفك يوغرتا من صميم قلبك، وإلى الأبد تذكر نصيبه، ذلك أن عبقرية الشواطئ العربية هي ما يتجلى لك الآن.
عاش رامبو حياة حافلة بالأسفار والوقائع قبل أن يعتزل الكتابة، فقد ذهب إلى الحبشة وأمضى فيها سنوات كثيرة حتى أتقن اللغة العربية. وفي رسائله من اليمن والحبشة سيعمل بأقوال مأثورة لدى المسلمين من قبيل، كالمسلمين أؤمن بأن ما يقع يقع وكفى، إضافة إلى ختمه الشهير عبده رامبو. ولد آرثر رامبو سنة 1854 في مدينة صغيرة شمال فرنسا اسمها شارلفيل، حيث تعلم بمدرستيها الابتدائية والثانوية، ولكنه سرعان ما مل دراسته وأخذ يهيم على وجهه في الأرياف هاربا من المدرسة ومن جو الأسرة. كان أبوه ضابطا متقاعدا يعيش في قلق مستمر بجوار زوجته، وهي فلاحة غنية متزمتة التدين محدودة الثقافة. وذات يوم هجر الأب منزله ولم يره أحد من أسرته بعد ذلك. أما الصبي النابغ آرثر فكان يكتب الشعر حينا ويقرأ مؤلفات الفلاسفة الاشتراكيين حينا آخر، وكثيرا ما كان يختفي أياما بأكملها متجولا في القرى والريف هاربا من ملل حياته. ومع ذلك فقد أشعل في نفسه شعلة الفكر تعرفه في المدرسة على مدرس شاب اسمه جورج أيزنبار، كان يعطيه كتب الشعراء والفلاسفة ليقرأها ويثير خياله بالمناقشات في الدين والجنس والسياسة، بعيدا عن الطيور والقطعان والقرويات. ما علني كنت أشرب جاثيا في هذا الخلاء وسط أشجار البندق الغضة في ضباب عصر دافئ أخضر، وماذا كان بوسعي أن أشرب في هذه البقاع، دردار بلا صوت، عشب بلا زهر، سماء مكفهرة. من هذا اليقطين الأصفر بعيدا عن خصي العزيز شراب من ذهب يصبب العرق. مقطع من قصيدة يوغرتا ترجمة كاظم جهاد، مقطع من قصيدة هذيان 2 كيمياء الكلمة ترجمة رمسيس يونان.